رامي البدوي. رامي تقريبا احسن عوده من الباب الكبير 5 ضد الزمالك في المباراه الاولى من عودتك من الاصابه. الحمد لله ربي البليزان فورتو معنا الماتش هذا حققنا معنا المطلوب وكنا ابليكي وكنا كونسنتري لاخر لحظه. نشكر الاولاد نشكر الجمهور اللي ضد معنا على الاخر. مازال عندنا شوط اخر في مصر ان شاء الله باش نلعبوه ان شاء الله ناكدوا معنا الترشح نتاعنا والتتويج نتاعنا ان شاء الله. خويا مبروك مبروك الربح وثاني حاجه اني فرحان برشا كي ريتك سور تيران خاطركش بعد 4 شهور ونص مش سهل الواحد باش يرجع للتيران وان شاء الله ربي يوفقك وكما العاده كما نوصيك اخويا تحفظ على روحك وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وهذا كله لمصلحتك ومصلحه الاطوال ومبروك عليكم مره اخرى الريزلتا ما نقولوش ترجح مازال بكري شويه اما الريزلتا عايز كذلك ربي يخليك لنا انت اخونا الكبير عايش خويا عايش ومبروك علينا الكل ونادي لك يعني الانتصار هذا وان شاء الله ديما ننوروك عايش عايش خويا رامي رعاوتك اليوم للميادين في ظرف قياسي اكيد دفع معنوي كبير لك انت لزملائك للجماهير النجم الرياضي الساحلي حتى للاطار الطبي اللي شرف على علاجك صحيح ولا الحمد لله ربي معنا نشكر نشكر الولاد صحابي نشكر الجمهور نشكر الاطار الفني كان معنا دافع معنا وليلي كل الحمد لله ربي الموفق رجعت نشكر العباد الكل اللي وقفت معايا بدون استثناء بعد اقراج الحمد لله هيك اللي كتب ربي وان شاء الله معنا الواحد يرجع يعاون اصحابه ويكون معنا محل ثقه الجماهير نتاعه ومحل ثقه الاطار الفني حتى الكسكسي بالحمل علوش والبن نتاع الوالده زاد يعطي مفعول به يا رب عايشك يا رامي فرحنا برشا بعودتك لكن شكرا ليك مبروك للنجم الانتصار الكبير والتاريخي على الزمالك المصري